كرة طولية في المساحة الخالية. محمد صلاح يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يلعبها كرة رأسية، الكرة داخل كيليان مبابي، بيلينغهام، أوديغارد، وكرة في اتجاه الأجواء هنا في المدرجات. الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء لوكا مودريتش على المرمى وتكرار المحاولة. يبدو أنه أمامنا مباراة ساخنة. اسم أوباميكانو أصبح يتردد الآن لأنه من بين المدافعين الأفضل في العالم حالياً. المدافع الفرنسي مؤخراً خطف الأنظار بفضل إمكانياته وشخصيته القيادية والتوقع الجيد وتمركز الدفاع الرائع. والآن فرصة محمد صلاح، الله على روعة الهدف، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. كازيميرو، كوندي، باستوني، بيلينغهام، كوندي، أوديغارد، كرة طولية في المساحة الخالية. محمد صلاح روى الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافئة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يلعبها كرة رأسية، الكرة داخل نقطة المباراة، والخصم بتعزيز التقدم لا يدافعون عن تقدمهم فقط ولكن أيضا يهاجمون. كيليان مبابي، أوديغارد، وكرة في اتجاه المرمى، جول. أظن أن المباراة قد انتهت بهذا الهدف، ما رأيكم؟